في هذه اللحظات الحفل الكريمة تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الحقائق اللقاية والجذاع جعدان. أتمنى التوفيق لجميع الإخوة المشاركين في هذا الموسم المقبل، الموسم الذي سيكون حافلة بالإنجازات. أتمنى أن يكون موسم مميز لكل الإخوة الذين أتجهز لهذا الموسم. في أول المراكز الحفل الكريم هذا هو شاهين لسيد راشد بن سعيد الزعبي في أول المراكز مع شاهين. ثاني المراكز عدو مشاكل للسيد سيف بن عبد الهادي الخيارين، هذا شعار هملولة التي انتزعت المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. أما اللي في ثالثة المراكز هذا هو الذئب لسيد سالم بن عبيد بن شينان المري بن العمدة في ثالث المراكز. رابع المراكز من وقع شعار هذا فريح لسيد عبد الله بن محمد بن قطفة المري في رابع المراكز. خامس المراكز هذا النشمي لسيد علي بن راشد بن شفيع المري في هذه اللحظات في رابع المراكز. وفي خامس المراكز شعار السيد علي بن شفيع مع النشمي في خامس المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. اللي في اول المراكز وما زال كما تشاهدون على شاشه التلفزيون هذا الحفل الكريم مشاكل بتعود ملكيه مشاكل للسيد اسيف بن عبد الهادي الخياري مع مشاكل في اول المراكز. ثاني المراكز ما زال شاهين للسيد حسين بن محمد الجرحب مع شاهين في ثاني المراكز. ثالث المراكز وصل النجم للسيد علي بن راشد بن شفيع المري في ثالث المراكز. الرابع المراكز فريح ويدعو ملكيه فريح للسيد عبد الله بن محمد بن قطف المري في رابع المراكز. خامس المراكز كما تشاهدون هذا هو الذيب للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري في هذه اللحظات في خامس المراكز. مشاكل حتى هذه اللحظات هذا هو مشاكل وتعود ملكية مشاكل للسيد اسيف بن عبد الهادي الخيارين في اول المراكز. ثاني المراكز عادوا شاهين للسيد حسين بن محمد الجرحب مع شاهين في ثاني المراكز، ولكن يتسلل شاهين لاول المراكز. تعود ملكية شاهين للسيد حسين بن محمد الجرحى في اول المراكز. ثاني المراكز مشاكل لسيد سيف بن عبد الهادي الخيارين في ثاني المراكز. ثالث المراكز في هذه اللحظات هذا اللي واصل في هذا. اعتقد ان هذا شعار بن شفيع اللي في ثالث المراكز. هذا هو النشمي لسيد علي بن راشد بن شفيع المري مع النشمي في ثالث المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. رابع المراكز فريح ويتعود ملكية فريح للسيد عبد الله بن محمد بن قطفة المري مع فريح في رابع المراكز. روح لشاهين حسين بن محمد القرحب مع شاهين في اول المراكز. ثاني المراكز مشاكل ويتعود ملكية مشاكل للسيد سيف بن عبد الهادي الخيارين، ولكن شاهين طار شاهين بالناموس. هذا الشوط الاول الرئيسي مع شاهين حتى هذه اللحظات. هذا شاهين الحفل الكريم ويتعود ملكية شاهين للسيد حسين بن محمد الجرحب مع شاهين في اول المراكز. هذا هو شاهين والكيلو الاخير. ثاني المراكز هذا هو مشاكل ويتعود ملكية مشاكل للسيد سيف بن عبد الهادي الخيارين. اما اللي في ثالثة المراكز ووصل في هذه اللحظات الى الحفل الكريم.
وصل النجمي بكيت النجمي للسيد علي بن شفيع، علي بن راشد بن شفيع المريثي الرابع في ثالث المراكز، ولكن راح شاهين راح بالمركز الاول. هذا هو شاهين ايها الحفل الكريم، وتعود ملكية شاهين للسيد حسين بن محمد الجرحب مع شاهين في اول المراكز. الشوط الاول مع شاهين، والشوط الاول الرئيسي مع بن جرحب. هذا هو شاهين ايها الحفل الكريم، طار بالمركز الاول وطار بالناموس شاهين للسيد حسين بن محمد يرحب. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو النجمي لسيد علي بن شفيع المري، في علي بن راشد ابن شفيع المري مع النجمي في ثاني المراكز. ولكن شاهين، هذا هو شاهين وبدون أي أوامر تلغى، هذا هو شاهين وهذا الأداء المميز مع شاهين لسيد حسين بن محمد الجرحب المري. نقول تهانينا والناموس على فوز شاهين. حرك شوية بن جرحب، نبي رقصة، ولكن شاهين يرقص تلقائيا وبن جرحب واثق من شاهين ومن أداء المميز. نقول تهانينا والناموس، لكن وصل بن شفيع، وصل بن شفيع في هذه اللحظات في ثاني المراكز. وصل النجمي للسيد علي بن راشد بن شفيع المري، ولكن هذا هو شاهين، هذا هو شاهين ايها الحفل الكريم. نقول تهانينا والناموس على فوز شاهين بأول المراكز للسيد حسين بن محمد الجرحب. ثاني المراكز وصل فريح للسيد عبد الله بن محمد بن قطفة، وثالث المراكز وصل النجمي ويدعو ملكية النجمي للسيد علي بن راشد بن شفيع المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 6 دقائق 22 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.